ارجع للتصريحات اللي حضرتك قلتها لنا امبارح واللي دافعت فيها بقوه عن هذا البعد في الموضوع والتعليقات اللي صدرت عليها، وبسال حضرتك وبسال الاستاذ منصور عليها بعض هذه التعليقات. وانا الحقيقه عايزه اقرا بعضها اللي استطيع ان انا اقراه اللي موجود على الصفحه صفحتنا الرسميه. يعني فيها نوع من انواع التشفي في المسيحيين المصريين بسبب موقف سياسي مصري هنا كمان، لو كان المساله عقاب على ما يرون انه موقف من الكنيسه المصريه متضامن مع النظام الحالي ضد ما يعتقدون ان هو الصواب وشرعيتهم وما الى ذلك. بعض المسائل الثانيه اتهمت لا المسيحيين هم الذين يضطهدون المسلمين في مصر. بعض التعليقات كمان تحدثت يعني شافت ان ده عقاب للي شافت ان هو تبشير بيستغل الفراغ الامني اللي حاصل في ليبيا للقيام بدور تبشيري للكنيسه المصريه هناك. شوفي نمسك من اخر نقطه، الكنيسه المصريه لها وجود من في ليبيا منذ مئات السنين، يعني مش النهارده هنقول تبشير او غير تبشير. ولم يتم ضبط حتى قضيه واحده قام بها مسيحي مصر في التبشير في ليبيا. لهذا من ناحيه قراءه الاستاذ منصور حيه للموقف، وان القتل ليس على هويه دينيه وانما استهدف الكثيرين ومسيحيين كثيرين في ليبيا ومن اطياف اخرى. انا اعتقد ان ما فيش مسيحي موجود في ليبيا وكل السفارات الاجنبيه اغلقت وده بين رسمي. ثانيا التقارير المصريه الرسميه تؤكد ان القتل على هويه المسيحيه. الامر الثالث مثلا لم نجد ان يعني الحمد لله طبعا لم نجد ان مسجد قد استهدف مثلا او قتل مسلمين مصريين، الحمد لله طبعا لنتمنى هذا على الاطلاق، لكن كون ان يتم استهداف مسيحيين في حد ذاتهم وفي امكنه معينه ولدوافع معينه، اعتقد ربما ان انت قلتيه يكون في جانب من الصحه، لكن هذا لا ينفي الجانب الاخر. يعني ايه جانب من الصحه؟ المسيحيون وقفوا موقف من الثوره مع الثوره المصريه، والاخوان اعتبروا ان هم كانوا وقود الثوره وفي مقدمه الثوره وسبب كبير في نجاح الثوره، وهذا واجب وطني بالنسبه للمسيحيين. يمكن نعتبر هذا الجانب صحيح، لكن الجانب الاخر ان هم لا يريدون وجود مسيحي في المنطقه العربيه. داعش اعلنت كده، لا يمكن، لا نريد لا تريد وجود مسيحي، لا تريد وجود شيعي، لا تريد وجود مسلم معتدل حتى. بالضبط يعني انا لا اختلف ان هي حتى بالنسبه للمسلمين يعني هو عاوز اسلام على نمطهم على مقاسه وعلى منهجهم. لكن هم اعلنوا صراحه، ازاي ننكر ما اعلنوه؟ هم قالوا احنا مش عايزين مسيحيين في المنطقه العربيه. طب السؤال هنا، ايه اللي بيدفع مسيحي يشعر بالتهديد ان يذهب الى ليبيا في ظل هذه التحذيرات اكتر من بيان اطلقته الخارجيه المصريه للمصريين كلهم مسلمين ومسيحيين؟ والنهارده كان في تحذير قاطع بعدم السفر لليبيا تحت اي بعد الكارثه ما حصلت. ايوه، لكن في ظل كل الاستهدافات دي لماذا لم يعد المسيحيون المصريين اذا كانوا هم شاعرين بالتهديد اكتر من غيرهم؟ ما يقدرش يرجعوا. احنا تكلمنا وزاره الخارجيه، امال ليه النهارده وزاره الخارجيه الحقيقه كتر خيرها، وانا الحقيقه رغم كل ما حدث لكن انا بسجل مواقف عظيمه الخارجيه المصريه. طب يعني ليه ان احنا دلوقتي بيقولوا ما يقدروش المسيحيين يرجعوا بري؟ الليبيين نفسهم ما بعممش يعني بيسلموا المسيحيين وهم راجعين بري لهذه الميليشيات العسكريه المسلحه. عشان كده احنا نطالب الخارجيه، وبدات بالفعل تعد ان المسيحيين يرجعوا عن طريق النهارده الجوي. الخارجيه كانت بتتكلم على ان حتى في صعوبه في تهجير الجميع بشكل جوي. الصعوبه دي هل هي صعوبه ليها علاقه بالسيطره على الاماكن مثلا يا استاذ منصور، بعدم القدره على الوصول لاماكن بعينها، ولا شكلها ايه في تقدير حضرتك؟ اولا للتاكيد لسياده المستشار، وانا غدا سوف ازودكم ايضا بالفيديوهات التي تدل وجود عدد كبير من الجاليه المسيحيه من جميع اطياف العالم موجوده في ليبيا وبالتواريخ ايضا. ولكن ايضا اريد ان اؤكد على شيء اخر، وهنا هناك لبس. ماذا؟ ان ليبيا كبلد هي بلد 100% سكانها مسلمين، لا توجد فيها ديانات اخرى، بل تستضيف الجاليات المسيحية التي تأتي لغرض العمل أو لغرض آخر أو بعض البعثات الدبلوماسية. أي عندما نتكلم عن كنيسة قبطية في بني غازي أو كنيسة قبطية في طرابلس، هي للمسيحيين المصريين وهو عمل يتبع الخارجية في ليبيا، وليست من الأساسيات الموجودة في هذا البلد، ولكن
أعرافنا وديننا يفرض علينا إعطاء الفسحة الكاملة لجميع الأديان لممارسة شعائرهم زي ما في مساجد في دول مسيحية تماما. أيضا قال استهدفت الكنائس في ليبيا ولم يقل أن المنارة الأسمرية والأضرحة في ليبيا قد استهدفت والمكاتب الصوفية قد حرقت في ليبيا والأضرحة والمقابر قد نبشت في ليبيا وجميع المنارات الإسلامية التي شهدت حقبة عمر المختار وحقبة السادة السنوسية وباقي السلف في ليبيا قد استهدفت بعد الربيع العربي. إذن هذه حرب ليست على دين بعينه بل على هوية عربية وعلى طمس ملامح الهوية العربية في ليبيا وصولا إلى حلم يحلمون به هو تنظيم دولي لا وطن له ولا قومية له. هذا الواقع الذي يحدث. طب انا برضو عايزه افهم حاجه، النقطه اللي حضرتك عايز توصل لها او اللي عايز يوصلها الاستاذ نجيب ابراهيم، يعني استاذ نجيب كمان معلش، استاذ منصور بيؤكد الطائفيه البحته في ليبيا بيقول الكنائس ليس لا توجد على اساس وانما تتبع الخارجيه المصريه، كما لو كانت الخارجيه المصريه الكنيسه المصريه هي تابعه للخارجيه المصريه، لو الخارجيه المصريه قفلت في ليبيا كذا تقفل. يعني هل حضرتك بتتهم من بالطائفيه؟ بتتهم تنظيمات بطبيعتها هي طائفيه ولا بتتهم الدوله الليبيه والمواطن الليبي؟ لا الدوله الليبيه لا 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 الدوله الليبيه لا، بس انا بقول ان هناك برلمان ليبي موجود بدليل النهارده اصدر قرار باستدعاء اللي هو حفتر من الاستدعاء وعينه. هناك حكومه ليبيه موجوده معترف لكنها فقد للسيطرة في الأماكن الموجودة اللي بيحصل فيها العنف والخطاب. يعني أنا يعني ما بتهمش الحكومة الليبية ولا البرلمان الليبي وإنما إن احنا نعمل جميعا بالتنسيق مع البرلمان الليبي مع الحكومة الليبية مع الحكومة المصرية في سبيل وجود حل لهؤلاء، لكنها بنوصف المشكلة. إيه الحل في تقدير حضرتك؟ إيه الحل في تقدير حضرتك؟ زمان احنا بنوصف المشكلة، يعني دلوقتي خلينا نتكلم إن في 13 أسرة دلوقتي قلبها وجعها وبيتفرجوا علينا وصورنا معاهم في المنيا. أصل احنا في مشكلة عندنا لو عملنا مشكلة بيقتلوا مسلمين وبيقتلوا جوائم وبيهدموا جوائم خلاص العملية ما فيش مشاكل، بكرة هلاقي 50 واحد ميت من مسيحي خلاص العملية عامة. أنا بقول يا جماعة في نهج في ليبيا، يعني مش الحكومة الليبية ولا الليبيين الشعب الشقيق المحترم وإنما الدواعش دول الموجودين في الميليشيات موجودة في ليبيا بيستهدفوا المسيحيين بقصد محو المسيحية من الوجود من المشرق العربي بصفة عامة. فأنا بقول دلوقتي ده احنا وصفنا المشكلة، إذا دلوقتي علينا إيه نحل. الخارجية تبذل مجهود كبير جدا بالتنسيق مع بعض الجهات في ليبيا إن في سبيل مع القبائل وجود حل للعثور على المخطوفين. حضرتك متابع الجهود دي مع وزارة الخارجية؟ طبعاً وصلت لغاية فين؟ يعني النهارده كان في شائعة بتقول إن في 10 منهم استطاعوا إن يهربوا من الخاطفين وما قدرناش نتحقق منها، حضرتك عندك معلومات؟ لا 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 خالص نهائي، لسه بيتكلموا أهل المخطوف بيكلمون لسه قبل ما أدخل للسيد دقيقة واحدة وبيبكوا بيزرفوا الدموع نفسهم نبل رؤهم نقطة كلمة واحدة. الحقيقة الخارجية بتشتغل لكن لحد دلوقتي لم يظهر على الإطلاق اي واحد يمكن ان يكون خرج او احنا الحقيقه احنا كمان سافرنا المنيا وسمعنا اصواتهم وسجلنا معاهم ومعانا تقرير بنحاول ان احنا نذيعه بس معانا صعوبه فنيه فيه نتمنى ان احنا نتجاوزها قبل نهايه الحلقه ونقدر نذيعه. لكن برجع تاني لفكره يعني ايه اللي بيترتب، يعني ما الذي تريد حضرتك ان تثبته؟ الاستاذ نجيب جبرائيل بيقول ان هو بيوصف حاله لا يتهم الشعب الليبي لا يتهم الحكومه الليبيه اللي هي فقد السيطره باعتراف الحكومه واعتراف الخارجيه الليبيه على هذه الاماكن، لكنه بيوصف تنظيمات فعلا متطرفه. حضرتك بتدرأ عنها هذه التهمه لاي سبب؟ هي بتعلن عن تطرفها بشكل واضح، هي بتقول انا متطرفه ولا انا لا اقبل الاخر، هي تقتل الليبيين. صحيح. ربما المستشار يتحدث عن 13 من 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 اقباط مصر، انا اتحدث عن سجون سريه بها اعداد تفوق 5000 شخص ليبي مفقودين. هناك امهات ليبيات يبكين على ابنائهن. هناك العديد من الليبيين. نحن الان في حرب ضد الارهاب وهذه الحرب للاسف نخوضها لوحدنا عندما ورطنا النيتو وورطتنا الامم المتحده والان تحاول ان تكيد لنا وتحاول ان تعزز من وجود
وجود هؤلاء، لماذا تحاول أن تعزز من وجود هؤلاء؟ يمكن لأنهم موجودين على الأرض ومش قادرة تتجاهلهم. لا، لأنها تريد أن يعجز الشعب الليبي وجيشه الذي الآن ينتفض ضد الإرهاب في هذه المعركة، ويرفعون أيديهم مطالبين بالاستعمار للعودة لإنقاذهم من هؤلاء الدواعش الذين هم صناعة CIA. خلينا نفهم بعض الحقائق. يعني هذه الجماعات المتطرفة في العادة، والمسألة محاولة للفهم ليس أكثر من ذلك، لازم تعيش في وسط حواضن شعبية. يعني مثلا القصة اللي حكاها أهالي المختطفين إن هم كانوا بيركبين التاكسي، بعدين وقفهم حد سألهم. يعني هل فعلا في حاضنة لهذه الجماعات في بعض الأماكن في ليبيا؟ هل المسألة أعمق من أنت تتحدثين عن 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 بلد ربما هي في الرقعة الجغرافية مثل مصر مرتين أو أقل. هذه الرقعة 2 مليون، قرابة 2 مليون كيلو متر مربع، موزع عليها سكان قرابة 6 مليون، منهم حوالي 3 مليون أو المليونين ونصف مهجرين. أي أنك تتحدثين عن 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 فراغ جغرافي، عن فراغ، عن فراغ جغرافي، عن وتتحدثين في حالة حرب ما بين جيش وشعب وقبائل تناصر عملية الكرامة ضد دواعش منتثرين في عدة أماكن. ولكن هذه الحادثة لم تحدث في شرق البلاد الذي كل يوم تتحرر منه منطقة. أنا منذ أسبوع قادم من مطار الأبرق. مطار الأبرق يبعد عن الحدود المصرية قرابة 500 كيلو متر شرق. أيضا هناك مطار طبرق الذي يبعد قرابة 150 كيلو متر عن الحدود المصرية، وصولا إلى بنغازي التي الآن هي شبه محررة. كل هذه المناطق التي سيطر عليها الجيش بمؤازرة الشعب الليبي وشباب الكرامة وأبناء القبائل التي بايعت اللواء خليفة حفتر في هذه المعركة، هي الآن مؤمنة ويعيش فيها المصريين. لماذا لم تحدث هذه الأحداث طيلة تاريخ ليبيا؟ هل تجد في تاريخ ليبيا أن هناك مسيحي أو يهودي قد حدث؟ لماذا حدث هذا الآن؟ لا نفصل ما يحدث سياسيا عن هذه الألعاب. وبالأمس الجزيرة تتناول، الجزيرة التي هذا المنبر الذي يدعم الجماعات التكفيرية التي ترفع علم داعش، بالأمس يتناول هذا المشهد وكأنه بعين بروح العاطفة، وكأنه يتعاطف مع أقباط مصر لما يحدث إليهم، وفي نفس الآونة هو يقول على الدواعش الموجودين أنهم ثوار وشرعيين، وهم جسم آخر مثله مثل الجيش، ويساوي بينه وبين الجيش الليبي. نحن الآن فريسة لعملية سياسية كبيرة شريكة فيها دول غربية. الآن بعد الانتصار في 30 يوليو وابتداء بوادر عودة المد القومي وبروز قيادات قومية وعلى رأسها اللواء خليفة حفتر صاحب نجمة العبور وقائد الجيش الليبي في حرب أكتوبر، هناك من يلعب لكي يشق الصف بين الجيش الليبي والجيش المصري ودعم الدولة الجمهورية مصر المطلق للشرعية الليبية. للشرعية مجلس النواب. هل هذا فعلا ممكن يكون أحد السيناريوهات التي يستدعى فيها؟ يعني بعض الناس قرأت المسألة فكرة تأزيم الأمر في مصر، تصوير الموضوع باعتبار أن الدولة المصرية عاجزة عن حماية رعاياها، خلق فتنة طائفية بشكل ما، استدعاء الجيش للمشهد في ليبيا. هل حضرتك متصور أن ده ممكن يكون جزء من المخطط؟ كل السيناريوهات موجودة. أنا ما استبعدتش سيناريو معين، لكن السيناريو الأكبر والأهم هو استهداف المسيحيين ومحو الوجود المسيحي في المنطقة. طبعا في سيناريوهات تانية، المسيحيين قاموا بدور كبير جدا في الثورة، حاولت تخلق نوع من الفتنة بين المسيحيين والدولة باعتبار أو يصورون الدولة عاجزة. طبعا هيهات ليهم، احنا عارفين دولة مصر وعارفين الرئيس السيسي، وهو حتى مسافر الكويت وهو هنا مهتم كل لحظة بالمواطنين المصريين سواء كان مسيحي أو مسلم أو من أي هوية. وعارفين الحكومة المصرية بتعمل إيه، وعارفين الخارجية بتعمل إيه. يعني هيهات إن هم يعني يروعونا أو 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 أو, أو يقروا في أنفسنا مثل هذه السيناريوهات. طبعا كل ده موجود، لكن أنا بقول تحت عنوان أن هؤلاء تلك الميليشيات الداعشية تريد أن تمحو الوجود المسيحي. دي عقيدة، دي فقه عندهم. طب في الأزمة الحادثة الآن، احنا برضو مش عايزين نتكلم في موضوعات، موضوع كبير وواسع وفي مطلقات، لكن العراق ما تقدرش تفصل ليبيا عن العراق. انا بتكلم دلوقتي عن أزمة حادثة، في ناس بتتفرج علينا دلوقتي متصورة انها ممكن تخرج بهذه الكلمة بمعلومة
تساعدها في الوصول لاهلها بطمانه يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي على الارض؟ امبارح السفير الليبي نفى بدايه الجسر الجوي، الخارجيه بتتكلم عنه، النهارده الخارجيه بتتكلم. السفير الليبي بصراحه يعني السفير الليبي في كذا ازمه والحقيقه بيطلع بيقول حاجات متناقضه ومتعارضه. السفير مع جبريل وايام ما كانوا برضو لما ماتوا المسيحيين وهم نايمين وضربوهم قال لك لا مش فيش حاجه اسمها طائفيه، وحاجات يعني غريبه جدا. لكن احنا بنتعامل مع مش طائفيه برضو يعني معلش يقول زي ما عايزين. احنا بنتعامل مع خارجيتنا، بنتعامل مع حكومتنا اللي احنا واثقين فيها. ايه اللي بتطلبه من الحكومه المصريه هنا؟ يعني حضرتك مقتنع ان هناك بعد طائفي وهذا الامر قد يكون وارد بنسبه كبيره. ايه المفروض ان الحكومه المصريه تعمله ما عملتوش؟ الحكومه المصريه لا هي عملت مش ما عملتش. الحكومه المصريه بتشتغل كويس جدا. الحكومه المصريه امرين، ان تبحث عن هؤلاء المفقودين والمخطوفين وان شاء الله يجوا بالسلامه. نمره 2 ان تؤمن المصريين الموجودين في ليبيا اللي عاوز اللي عن طريق جسر جوي. وعملت قبل كده اللي راحوا على حدود العالقين على حدود تونس كانوا 40,000 وطلع 180 رايح الطيران وجابتهم قبل كده. ايوه بس دول موجودين في نص المسافه يعني، وبرضه حضرتك صلح لنا يا استاذ منصور المنطقه اللي هي سرت مين اللي بيسيطر عليها؟ سرت في الوسط الليبي بيسيطر عليها هذه الميليشيات لوجود تقريبا للدوله الليبيه فيها. المنطقه الواقعه ما بين سرت وما بين الهلال النفطي هي الان مكان اشتباكات وهي أرض معركة. أرض معركة وأرض المعركة مفتوح فيها كل شيء. هناك إعلانات من الجانب الليبي وكانت للرعاية جميعا أن يبتعدوا عن أماكن الاشتباكات. والخارجية المصرية أصدرت تصريح مشابه. والخارجية المصرية أخرجت عدة بيانات تحذر فيها من الذهاب إلى أماكن الاشتباكات. ولكن ماذا تقولين لأولئك تجار البشر؟ بالأمس هناك قوات الجيش الليبي ورغم ضعف الإمكانيات يتم الإمساك بالعديد من 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 من, من الهجرة الغير شرعية الذين يتاجرون بهم للأسف تجار ليبيين ومصريين موجودين في القاهرة. يضللون هؤلاء الغلابة ويأخذون منهم الأموال ويذهبون بهم إلى هناك. نحن لا ننكر أن هناك ضعف أمني لأننا في حالة حرب، البلاد بالكامل هي في حالة حرب وفي حالة انتفاض عارمة ضد الدواعش وضد الإرهابيين. ولكن عندما نتحدث هنا أعرج للمستشار. المستشار ربما الإخوة المسيحيين ينظرون لما يحدث في العراق، ينظرون لما يحدث في مصر. أنا لا يوجد لدي البعد الطائفي في 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 بلدي. هنا أنا أتعامل معهم رعاية لأن تركيبة بلدي لا يوجد فيها تعدد، لا يوجد تعدد أديان في بين من يحملون الجنسية الليبية. ما تخلطش الأمور. أنا بقول لك ليبيا كشعب وكحكومة شقيقة، ولكن لا ينعكس ما يحدث في العراق، لا ينعكس ما يحدث في العراق من تطهير عرقي وتطهير على الهوية لبعض الأديان الأخرى التي تشترك في الوطن مع العراقيين على ما يحدث في ليبيا. ما يحدث في ليبيا هو عدوان على رعاية مهما كانت مهما كانت ديانتها. إذا كانت بعض هذه الميليشيات فعلا أعلنت ولاءها لداعش أنت تبرئ داعش؟ أجل أنا أجرم العمل لأنه يقتل في أهلي قبل أن يقتل هؤلاء. قتل عبد السلام المصماري، قتل مفتاح بوزيد لأنه إعلامي، قتل رموز الجيش الليبي، قطع رؤوس مشايخ الدين الليبيين ورماها على طرقات الشوارع. هذا لا يفرق. هذا الجسم، هذه الجرثومة التي أتت إلى هذا الوطن هي تحارب بكل ما تستطيع لأجل إفشال الدولة الليبية ونشر الفوضى في الدولة الليبية. أنا أسف أنه بيبرئ الأستاذ منصور بيبرئ داعش اللي على داعش لا تختلف عن العراق عن في ليبيا. يا سيدي لا أبرر داعش. يعني اللي انا فهمته ان الاستاذ منصور بيتكلم عن تبرئه الشعب الليبي اللي هو لا يتطرف في هذا الامر وانه هو هذه الافكار افكار غريبه عليه. داعش بيقتل الكل. لا اثبت لي اللي قتل او خطف مش مصري يا سيدي. في ظل 12,000 مصري هربوا منذ 30 يوليو من الاخوان وقيادات موجوده لدينا بالفيديوهات. يعني امال داعش عملت ايه في العراق وعملت ايه في سوريا؟ هؤلاء الذين لهم ولا وطن لهم. طيب هؤلاء
يعني الكل. اسمحوا لي حضراتكم، يعني المساله ليست اثاره نعره بالزبط. بين الشعب الليبي والشعب المصري، وزي ما حضرتك قلت وزي ما الاستاذ نجيب وحضرتكم اتفقتوا في النقطه دي، رغم ما يبدو من خلاف ان هؤلاء لا دين لهم ولا وطن، لا هم مصريين ولا هم ليبيين ولا هم اي جنسيه، هم ينتموا لافكارهم المتطرفه وحدها. وخليني اسال، بحاول ان انا ارجع تاني للازمه بتاعه المصريين المختطفين. الاستاذ منصور اشار لنقطه مهمه جدا، كل رغم كل هذه التحذيرات، يعني هذا البرنامج مهتم بهذه القضيه من فتره طويله، واستضفنا مجموعه من السواقين اللي اتخطفوا قبل كده واللي رجعوا بالهدوم اللي عليهم وفقدوا كل مدخراتهم، ورغم ذلك نجد من يتسلل بريا الى ليبيا رغم كل التحذيرات، نجد من يخاطر بحياته رغم كل التحذيرات، في النهايه بيختطف. يعني لا نريد ان احنا نصب ملح على جرح الناس الأهلية مختطفة، لكن هل بيتحمل الضحايا اللي سافروا رغم كل هذه الأخطار أو ما رجعوش مع تحذيرات الخارجية بيتحملوا جانب المسألة؟ التنقل حق دستوري، كفر الدستور وكفر التنقل في منطقة حرب يا سيادة المستشار. لا أنا فاهم، عاوز أوصلك المعلومة يعني. اتفضل. حق التنقل، حق دستوري، وحق كافه المواثيق الدولية، حق دستوري، ما أقدرش أمنع حد إن يسافر وحاجات زي كده. لكن على الدولة المصرية وهي الدولة المنوط بها حماية مواطنيها كانت تتخذ من الإجراءات الكفيلة لمنع سفر هؤلاء، بيسافروا عن طريق حدود وعن طريق، في ناس سيبك من بيسللوا، في ناس واخدين جوازات تأشيرات من السفاره الليبيه. في تأشيرات بتمنح دلوقتي في الوقت في اللحظه الحاليه؟ في تأشيرات، انا امنحهم لان ارواح الناس افضل من الدستور وافضل من القانون. انا كدوله مصريه انا اعتقد ان السفر ما بيحتاجش تأشيرات بمصر وليبيا حتى هذه اللحظه. لا نحن الليبيين ناتي بتأشيره والمصريين يذهبون بعد اللي حصل. هو منذ سنتين. انا القصور من ناحيه الحكومه المصريه الحقيقه ان انا بلومها. انت تعلمين ان ليبيا اصبحت دلوقتي مكان غير امن بالنسبه للمصريين وبالنسبه للمسيحيين بصفه خاصه، وبعد ما حدث من احداث مؤلمه فكان يتعين على الحكومة المصرية الحقيقة ان هي تمنح هؤلاء حتى لو كان معاهم تأشيرات. الحقيقة ان احنا كنا سجلنا النهاردة في وقت مبكر من صباح اليوم مع اهالي الضحايا، وحبينا ان احنا او اهالي المخطوفين عفوا ان شاء الله يرجعوا بالف سلامة، وكنا حابين ان احنا نوصل صوتهم، وسافرنا بالفعل الى المنيا، لكن صعوبه فنيه ما متعلقه بالاستوديو مش مخلينا نقدر نذيع هذا التقرير، اللي اعتقد ان في بعضهم منتظره، وانا بوعدهم ان احنا بكره باذن الله بنذيعه في لقائنا، ونتمنى ان احنا نذيعه على خلفيه حل هذه الازمه. هل حضرتك متصور ان في حل قريب للازمه دي على وجه التحديد؟ لا استطيع ان اقول لك في حل. اذا 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 كان ابن عميد في الجيش الليبي لا يزال مختطف إلى هذه اللحظة، إذا كان هناك نشطاء وسياسيين لا يزالوا مخطوفين إلى هذه اللحظة ليبيين من هؤلاء الدواعش، وبين الفينة والأخرى نجد رأس أحد منهم مرمي على قارعة. يعني الغرض من هذا الخطف، يعني هل في أي ناس طلبت لها مطالب معينة؟ هل في أي مساومات؟ هل في أي إعلام من جهة ما عم؟ لا 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 يطلبون، هؤلاء يريدون رسالة، إرسال رسالة للعالم بأن الدواعش موجودين في ليبيا. هؤلاء ذريعة صنعها هذا الاستعمار الذي نراه قادما إلى ليبيا ويريد تفتيت ليبيا. لماذا يا سيدتي الفاضلة، لماذا في حرب فبراير كانت ترفع الراية السوداء بجنبنا والنيتو يقصف من فوقنا وأنا كنت مع الثوار؟ كانوا يرونهم منذ البداية، والأمريكان هم من زرعوا هؤلاء في شمال أفريقيا. الآن ابتدأ شمال أفريقيا يتعافى منذ 30 يوليو، هناك بوادر وانتصارات يحققها الجيش الليبي، والأمم المتحدة تفرض على الشعب الليبي ان يجلس ويحاور هؤلاء. استاذ منصور، بتقول عميد اختطف وواحد ضابط اتقتل، ده في حرب مع بعض. طب البسطاء، العمال، الغلابه اللي بيموتوا دول على الهويه الدينيه، البسطاء عميد اختطف اللي في حرب معاه، ابن وزير اختطف قطع راسه، ده يمكن في تبرير لكلا الطرفين. هل من واجب الكنيسه المصريه انها تحذر المسيحيين بشكل واضح وصريح بالاضافه لتحذير الخارجيه؟ من فضلكم لو سمحتوا ما تسافروش ليبيا، واحنا مش مسؤولين عنكم لو سافرتوا. بس انا برد على الاستاذ منصور، اني انت بتقول قياس مع الفارق، دول ناس بسيطه، ناس غلابه، النجار، الصانع، الميكانيكي اللي ما اعرفش ايه، الطبيب اللي بيروح مستشفى. انا بعرف برضو ان في نوع من، يعني هل هؤلاء كانوا على تواصل مع الكنيسه باي شكل طول فترة وجودهم في ليبيا؟ هل قدمت لهم نصائح بالعودة غير النصائح اللي بتقدم؟ بالتأكيد طبعا، بالتأكيد ان الكنيسة هناك قبل ما يجي الكهنة والتعرف الأسس رجعوا مصر كانوا بيتكلموا معاهم، لكن تعرف باب الرزق لما هنا يعني تعرف البطالة والظروف الاقتصادية بتدفع الإنسان ان بيسلك الوعر، بس هيختار بين البطاله وبين القتل. ما كانش يعلم ان هو يقتل على اساس انه مسيحي. بس يا فندم، يعني هذه الحوادث بقى لها شهور في الدنيا، يعني يقتل على اساس انه مسيحي، يعني بقى لها شهور. مثلا معلش، وده بك لما تقول لما انا ليبي لا استطيع ان اذهب بحريه في شوارع البلد، لما تسلم تدفع الجزيه لاقتلك. الداعش بيعمل كده في ليبيا برضه بالنسبه للمسيحيين.
بيقتل الليبي ايضا. طيب احنا يعني في خلال هذا الحوار طبعا احنا نتمنى ان ليبيا تشفى. داعش يقتل الليبي ايضا ويقتل المسلم. يقتل الليبي بيحاربه. لا لا يحاربه يقتله. يقتله لانه يختلف معه فكريا. لانه يختلف معه فكريا مش دينيا. على كل الاحوال يعني ما يصيب الشعب الليبي هو اكيد بيهم الشعب المصري ونتمنى ان ليبيا. واعود واكرر ليبيا كشعب وحكومه وكاشقاء لا غبار عليهم ولا نلقي اي مسؤوليه عليهم. واحنا بنتمنى ان ليبيا وكل الوطن العربي يشفى من هذا السرطان اللي اصابنا جميعا. ونحن ايضا نترحم على كل دم بني ادم او انسان بغض النظر عن دينه أو عن انتمائه. وعاداتنا وعرافنا وتقاليدنا الليبية المعروفة لدى الجميع. ربما أننا ابتلينا بعد هذا الخريف العربي بهذه الآفة، ولكن الشعب الليبي كما وقف للمد الإيطالي المتجه إلى الأمة العربية وكان حصنه الشمالي الآن يخوض معركة الشرف كما قالها اللواء خليفة حفتر. نحن نقاتل نيابة عن العالم، نقاتل في إرهاب من مصر وإرهاب من الجزائر وإرهاب قدم إلينا من العراق وإرهاب من قدم إلينا من أفغانستان ومن أفريقيا ومن كل. إذا نحن نقاتل نيابة عن العالم ونيابة عن إقليمنا. عندما يراد بليبيا أن تكون مرتعا لهؤلاء وفوضى لهؤلاء، إذا هي ذريعة لوصول الأمريكان وزرع القواعد الأمريكية والإنجليزية بجوار مصر التي الآن تتعافى. لا نتمنى هذا المصير للشعب الليبي. كل التضامن مع ليبيا أنها تعود كما كانت دايما ليبيا الحرة والقادرة على دحر كل هذا النوع من الإرهاب وأي أفكار استعمارية. نتمنى طبعا أن تنتهي أزمة اختطاف المسيحيين. نتمنى أن الرسالة تصل للجميع، لا خيار بين البطالة وبين الحياة، ألا يسافر أي مصري وتحديدا المسيحيين. مدام على الأيد وربنا يجيبهم بالسلامة إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى أن هم يعيدوا وسط أهلهم بإذن الله وأن تحل هذه الأزمة